اوكي، طلعت عثم عيني، طلعت عندك استاذ. أنا طلعت عندي اي هذا الشباب هسه 36 طالب، 35 طالب، احنا هسه اثنين، يعني معناه 34 طالب لحد الان. ننطي دقيقتين ثلاثه حتى الطالب اذا عنده اي سؤال او استفسار عن الموضوع. يا الله. القصاره 41، حاليا 41، اي 41 طالب. اي هو العدد الأقصى يمكن وصل 50 أعتقد ما بالجلسة شاء الله السابقة. 44. نعم، نمضي دقيقة دقيقتين. أوكي، أوكي طلاب شبابنا، إحنا نلخص مرة ثانية. إحنا اتفقنا ليش عندنا 5.1 مرتين، لأنه كل أسلاك اللحام، يعني خاصة مجموعة 5.1 5.5 دكتور اللي هو. نعم حبيبي، اقطع الكلام، ما خليك. نعم العفو حبيبي، استاذ، بس طلاب يرجو الموافقة. الموافقة. اوكي، اكو احد بالانتظار بعد؟ هسه كلهم ضفتهم. اكو احد بالانتظار؟ اوكي شباب، هسه 50. اوكي، احنا اتفقنا وياكم انه كل الاسلاك متشابهه من حيث الفحص، و 5.1 انا مرتين عدته وياكم لانه هو الاساس. راح تلاحظون 5.5 مشابهه، راح اروح للاستاتستيكس، اختلافات بسيطه فقط، ان ما بي امباكت تيست. راح تشوفون تفاجئ، ما بي امباكت تيست واي، هاي بعدين نفتهم الواي. وايضا راح يشوفون يسوي باترينج، فانت لازم تفهم شنو الباترينج، ايش قسم كل باترينج تقريبا مال باس واحد 3 مليم السمك مالته، ابعاد القياسات يجب ان تعرفها، الفيلت ويلد ايضا تعرفها. نفس الحكي ما راح تلقي بيه ذاك الاختلاف الكبير بموضوعات اللحام على الاطلاق. يعني الفيلت ويلد هنا منطق الابعاد والقياسات. هنا دخل لك بالفلت ويلد، دخل لك اختبار ان صح التعبير كانه عمليه بيندنج لعينه اضافه للماكرو. تروح تسوي ايش؟ اختبار، شوف الفورس من الجره بالضبط، اكو فت سبيشال توز نستخدمها ونجره كانه شلون نشدها بنجنا ونعوج علينا بهالاتجاه، نسحب زين، نسحب ال خلينا نسميها التي جوينت مالتي او الويب مالتي، اسحبها بهالاتجاه. ولاحظ الحالات منطق رينفورسمنت ويلد، هذا عندك حسب القياسات، ثم يتقل له نقطتين، هذا يسموه اوفسيت اوف ويلد. هنا عندك الفلانج وشلون حاط الفلانج والثكنس مالته قليل، طبعا كلها ابعاد وقياسات. وهنا عندك نوتش، هنا ايضا اضافه للماكرو،
راح يبلش يسوي نوتش، والنوتش عندك الماكسيمم ديبث مال النوتش بحدود نصف انج اكتوال ثروت، بالاكتوال ثروت هذا الثروت تنزل بي ما يعادل 12 مليم، تنزل بي ايش 12 مليم. فقدامك انت الحالات الثلاثه، يعني عندك مقاطع راح اسوي لها مثل ما انا مثبت لك اياها، بينما احنا بالكربون ستيل لا، كان عندك فقط ماكرو ايتشنج. فلازم انت من يجيك تقول اقول لك سوي لي اختبارات الفيلت ويل مال سلك لحام، سلك لحام 80 18 بي 1، انت يجيني 80 18 بي 1، يجيك 90 18 دي 1، يجيك 120 ملتري، نفس اللغوة نفس الحكي، انه عندي ماكرو ايتشنج وعندي شنو يسموه فراكتشرنج فورس، او نصح التعبير هو نوع من انواع البيندنج انت قاعد تسوي له، حتى تقول يا باني قاعد اسوي له ايش عمليه تعرض للبروكن. وايضا هذا ايش راح اشوف من عنده، اشوف من عنده النفاذيه مالتي بشون تظهر عندي بالملحومه مالتي. هذا يسموه pull outs of the base metal during bending are invalid. A specimen inch which has occurred shall be replaced specimen for a specimen and the test complete. In this case the doubling of a specimen required for retest does not apply. طبعا هنا من يجي يفشل عندي، من يفشل عندي اي اختبار، المواصفه حاطت لك ما هي، يعني انا مو فشل واجي اقول سلك فشل، لا ينطيك حق الاعاده بس بشروط شويه اقسى، وهي عليك انت ايضا. اي سلك لحام فشل عندي بالاكس راي ارجع، اذا فشل شنو الاوبشن اللي عندي الاضافي، اذا فشل بالتنسايل شنو الاوبشن الاضافي، فشل كيميكال كومبوزيشن شنو الاوبشن الاضافي. كل حاله من حالات الفشل ينطيك يقابلها متطلبات الفحص لسلك لحام فشل بالمحاوله الاولى، يعني ما ينطيك صلاحيه ايش الفشل وطلع زين. طيب الفراكشر سيرفس شال بي فيجوال اكزامند وذاوت ماجنيفيكيشن، يعني انت تباوع بالعين المجرده ولازم تكون شوفه شنو خالي من العيوب. ما استخدم عدسه مكبره، ما اشوف عدسه، ما استخدم عدسه مكبره بهاي الحاله زين. ومنطيك شروط لبقيه الاسلاك اللحام، منطيك الى مجموعه السليلوز شرط معين. طبعا هاي اللي مطلوب تحفظها من عندك فقط الرسم ونقاط عامه، ليست ادخل اذا كان عندي سلك سليلوز، لا تدخل انه تكون عندي سطح الكسر يكون افحصه فيجوالي، اثنين بدون استخدام مكبره، اي مكبره لا واحد لا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، هاي العدسات المكبره، وان يكون خالي من الكراكات انكومبليت فيوجن، اكو اذا كان عندي انصهار غير كامل شان نات بي جريتر ذان 20% من التوتال لينث اوف ذا ويل. ايش قد التوتال لينث مالت الويل الليك سايز، ايش قد الليك سايز عندي 10 مليم، المفروض ما يعبر ال 2 مليم عندي ايش يعني ما عندي نفاذيه اقل من 2 مليم اقبله اذا كان الليك سايز مالتي شنو 10، ما اطلب النفاذيه. من هاي الشروط البسيطه الطالب يجب ان يتعلمها يحفظها، السبب لانه هي شروط عامة عندك. الموزيشر يعني أنا راح أخليه محاضرة خاصة، راح أجيب لك فحص الموزيشر شلون نسويه ومتطلبات الموزيشر شلون نحددها، لأنه يراد له شوية فهم عام حتى نحدده. هنا أنا حاط لك limit for الهيدروجين، كل سلك لحام as received or reconditioning، يعني reconditioning شنو معناه سويت له عمليه تجفيف زين. حاط لك البوينت 4 ما هي الوحدات، شنو هي الوحدات، هاي بيرسنتج باي ويت بالماكسيمم، بوينت 4 بالمئة من وزن ايش سلك اللحام، شلون احسبه شلون احدده. هاي اكو تكنولوجيا خاصه وطريقه خاصه بفحص الموزيشر، انا راح اعطيكم عليها محاضره خاصه بطريقه الفحص وفق مواصفه الازميكود.
ايضا الابزوربد موزجر تيست حاطين متطلبات الفحص كلها راح اسوي لك اياها زين بمحاضره واحده. اذكروني بعد ما اخلص ان شاء الله الستينلس ستيل اللي هي 5.4 ان شاء الله استاذ رياض يذكرني نقول نسوي محاضره. انا ما كنت اعطيها سابقا بس ارى انه ضروري الطالب يطلع عليها لانه بدت المواصفات يعني تقف عتها بشكل كلش كبير. ان شاء الله اوكي ان شاء الله باذن الله. هذا كل ما يتعلق بالديفيوجن. طبعا ذكرنا الاربع حالات اللي قبل شويه قلت لكم ال16 وال8 وال4 وشون نحسب المليلتر شون نحسب هل قد مليلتر بير 100 جرام. هاي قلت ان شاء الله تعالى بعد الستينلس ستيل نباوع على هالموضوع. اعيد بخلاصه بسيطه، اسلاك اللحام 5.1 و5.5 هم جماعه الكربون واللؤلؤ ستيل. 5.1 مجموعتين بها 60 70، ال 70 اذا راد ياخذ فقط شارحه واحد حاله واحده، وقلنا هذا له علاقه انه يتحمل امباكت ينطيني 27 جول الى ناقص 40 درجه مئويه. من اروح للالوي ستيل قلنا القي 6 مجموعات، ال 70 راح القاها مكرره، لكن ال 70 اللي يجيني راح القي بيه شارحه ويا حرف، الحرف ممكن يكون الاي ممكن يكون السي، وذكرنا حاله ايش مات البايب قلنا ياخذ بي بي 1 بي 1 البي 2 راح يروح مع مجموعه ال 80 ومجموعه ال 90. هذا خاص بلحام البايب ويلدينج. وايضا قلنا راح نبدي بال 70 وال 80 وال 90 وال 100 وال 110 120 ست مجاميع، وكل مجموعه بيها سب ديفيجن مجموعات داخليه تختلف بالتركيب الكيميائي. قلت لك على سبيل المثال ال 80 18 مثلا بحدود 11 جروب 11 نوعيه، يبدي بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 بي 6 7 8 9 9 1 9 2. يعني العدد جدا ضخم في هذا الموضوع، فعلينا ان نباوع انه لازم افهم الاسلاك اللحام حتى انا شنو تكون عندي فرشه بهذا الموضوع. اليوم كان يحكي وياي استاذ قبل شويه، احنا الخميس يعني راح ويا استاذ رياض اتمنى ينتخب لنا 5 طلاب اطلاقا مغايبين، او هو شلون 5 طلاب الاوائل مات العام زين غيتهم. اذا صاعدنا الخميس اختبار عندي بحدود 8 عينات مال دراسات عليا، فكلفت راح يجون طلاب دراسات عليا مع طلاب او اثنين قسم هندسه المواد مع طلاب من صف ثالث، افضل 5 طلاب اريد يحضون معايا اختبار الشد لملحومات وعينات غير ملحومه في مختبر الفحص الميكانيكي بمعهد التكنولوجيا على الجهاز، يعني حديث ونظيف، والعينات هي مال طالب دراسات عليا حتى نشوفك شلون تقارن. طبعا راح نصور الفيلم كاملا، فالناس اللي ما نقدر ناخذ طلاب هواي كانوا بدي طبعا لكل الطلاب، لكن تدرون المختبر ومتطلباته ومساحته. وايضا طلبت من طلاب الماجستير يحضرون ويانا، وانا واستاذ رياض ان شاء الله راح نكون موجودين. واسبوع الاخ اذا الله بقانا حياة راح ناخذ الستينلس ستيل، بس قبلها كون يذكرني استاذ رياض حتى نحضر لهم امتحان محاضره فقط عن موضوع الهيدروجين، كيف اقيس وكيف اسوي اختبار الهيدروجين. اذا اكو اي سؤال او استفسار شباب ولدي، اي سؤال او استفسار عن الموضوع، اي سؤال او استفسار. احنا صف رابع سويت لهم امتحان يوم الخميس الماضي وشفت النتائج قد سيئه، فانا في تقديري مع استاذ رياض راح نحدد لنا يوم نسوي فد كويز 80 طالب مستحيل نقدر نجيبهم، فنقسمهم قسمين 40 ب 40، نريد نشوف مدى القراءه
وخاصة بعد ما نسوي تجارب يوم الخميس القادم بالتنسايل. أستاذ غياض احنا خدناهم للإمباكت الله يخليك. لا لحد الآن الإمباكت بعد ما أوكي يعني بكت أني أرتب عليهم الثلاثاء حتى ثلاثاء وخميس إن شاء الله. إن شاء الله. أكو أي سؤال أو استفسار شباب عيني؟ سؤال دكتور يعني دكتور هسه بخصوص الثلاثاء الجاي تاخذنا؟ الثلاثاء سويها أستاذ غياض نشوف منو راح ناخذ يوم الثلاثاء يروحون على الإمباكت. الخميس أنا راح أرتب أموري آخذكم تنسايل. شوف يا أستاذ غياض قد ماكسيموم طلاب نقدر ناخذ، لأن المختبر مال معهد التكنولوجيا يجوز ناخذ لنا 20 طالب، ناخذ لنا 30، كل 10 طلاب ندخلهم يشوفهم اختبار. يعني ما أعرف أحدد، لكن قطعا أنا أستاذ غياض راح نحدد هذا الموضوع، نعطيكم معلومة إن شاء الله. أوكي أوكي أستاذ بلا زحمة عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام عزيز. يعني الخميس والثلاثاء يعني نجي لبغداد؟ لا راح يوزعكم هو الأستاذ أهل المحافظات البعيدة ويا أستاذ غياض تنسقون، راح نسوي فيلم وننزله ونصوركم الاختبار بس أهل بغداد، ربما نسوي لنا فد مجموعتين ثلاثة. ودي لكم يعني احنا مو إنا احنا شايفيها وماليها للاختبارات. مو ممنون جدا. فالمحافظات البعيدة ليس المحافظات القريبة، لا ديالة مشمولة ولا رمادي ولا بابل ولا كربلاء، ذني محافظات الطالب يطب ويطلع روحة وجاية ما تمص في ساعتين ساعتين ونص. أما المحافظات اللي نرجع السماوة البصرة العمارة كركوك يا صلاح الدين مشوي بيها بعد، هذول لا يعني نحدد لهم فد يوم واحد فقط يجون بي، ونحاول قدر الإمكان أنه نسوي لهم ونعيد لهم بعض التجارب البسيطة. بس أنا أريد أسوي امتحان بالمادة اللي أخذناها بعد ما نكمل اختبار الشد والصدمة. شوف أستاذ رياض إنما راح ينتخب للمجموعة يوم الثلاثاء يا مجموعة يأخذ. أستاذ رياض يعني حاول قسم، أجيب لنا مجموعة من 20 طالب لا بس معهد تكنولوجيا يوم الخميس، إذا ما يتعارض ويا محاضراتهم، إذا لم يتعارض مع المحاضرات ونقدر نرتبها يا ريت والله. هو يعني الحقيقة دكتور هو عندهم محاضرة ويبدو أنهم متأخرين بها يعني مكان لحام، بس يعني إذا أمكن مثلا محاضرتهم نخليها على يوم السبت بشكل مؤقت. العملي لا المحاضرة النظرية مع الأستاذ علي مكان لحام نخليها على السبت. أنت إذا قدرت جزاك الله خير. حتى نأخذ الخميس نقدر نروح المعهد التكنولوجي نسوي. والله أنا أشوف يعني الاختبار مقرح. جدا مهم بالنسبة لكم، الاختبار جدا مهم. أشوف الملكومة شلون أفحصها، أشوف شلون أفحص العينة أزيتز، شلون أباعد النتائج ما راح أشوفوها. يمكن يجوز بغى التخرج الله أعلم، والطب للمختبر فيه وأنت بحقل العمل مثل الأطراش بالزفة ما أريدها. فالطالب الشاطر يحاول يعني يستغل الفرصة ويجو يعني إن شاء الله. إن شاء الله. أي سؤال أو استفسار ولدي ويا أستاذ رياض نسقول الحالة بعد ما نأخذ موافقة أستاذ علي على الخميس القادم، يجوز نستدعي 20 طالب بالقليل ونقسمهم وجبتين ندخلهم ويانا بالمختبر، أو نستدعي 40 طالب كل 10 طلاب ندخلهم على عينة. يعني نحدد أنا أستاذ رياض الإجراء إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أكو سؤال أو استفسار ودي أستاذ غياض هاي نازلة عندك أنت، فبمجرد تنزل ليهم على نعم. الـ 5.1 عندهم أستاذي؟ أنا شفتها قبل شوية على التليجرام يعني. أوكي. وهاي 5.5 نعم. هاي 5.4 أكون شاكر فضلك أستاذ. إن شاء الله. ممنون لك عيني الله يخليك أستاذ. الله يحفظك مع السلامة. إيمان الله شباب عين جميعاً. مع السلامة. الله يحفظكم مع السلامة. السلامة دكتور.